مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف والحديث عن الكرة العالمية والكرة الأوروبية. الحقيقة خلينا قبل ما نتكلم على أي حاجة لازم نهني فرقتنا ونهني أبطالنا، فريق النادي الأهلي بفوزه الكبير على نادي الزمالك بثلاثية نظيفة. الحقيقة كلنا كنا سعداء جدا، وخاصة في الشوط الثاني بأداء النادي الأهلي، بتركيز النادي الأهلي، بالإدارة الفنية الرائعة لمارسيل كولر المدير الفني، اللي الحقيقة أثبت من خلال تغييراته أنه راجل متزن، عنده رؤية واضحة جدا جدا، ويعرف إمكانيات لاعبيه بشكل أكثر من رائع. الحقيقة المباراة كانت طبعا يعني مباراة خاصة في الشوط الثاني، وهدف محمود كهربا، وأنا يعني ليا كلام بعد ما نرجع من الأهداف على محمود كهربا. الحقيقة النادي الأهلي زي ما بقول لحضراتكم يعني أثبت بشكل كبير جدا جدا إن كل المنظومة عندها إصرار كامل لطبعا تعويض ما فاته الموسم الماضي والموسم اللي قبله. الدور الجماهيري كان ليه تأثير كالعادة، جماهير النادي الأهلي هي الساند الأول وبطل الموقعة، وكمان على مستوى اللاعبين في نجوم ظهروا على المستوى ان هم افضل اللاعبين، لكن انا في رايي الشخصي كل فريق النادي الاهلي خاصه في الشوط الثاني كانوا نجوم على مستوى عالي جدا. هخص طبعا بالذكر يعني محمد شريف، طبعا اللاعب اللي يمكن احرز هدفين بقدره تهديفيه رائعه، بيحرز هدفه ال50 وهدفه ال51. الحقيقه كمان زي ما حضراتكم شايفين الروح العالية الدكة محمود كهربا، يمكن قبل ما شريف ينزل قال له هتجيب جول، شريف بيحتفل بالهدف رقم 50 في مشواره. الحقيقة كان مهم جدا جدا لمحمد شريف انه يظهر بهذا المستوى ويسجل هدفين. على المستوى الثقة، على مستوى الامكانيات، محمد شريف كلنا عارفين امكانياته الفنية بشكل كبير، في سوء مستوى قد يصادف وخاصة المهاجمين، لكن عايز حضرتك تشوف الكرة دي. طبعا حمدي فتحي من النجوم المباراة، علي معلول، لكن الجزء الأهم كمان والأهم من الشوطة إزاي هو حرر كمان محمد شريف نفسه وفتح زاوية للرؤية وإدى رؤية لعلي معلول علشان ياخد خطوتين بعيد عن مدافع نادي الزمالك، هو ده نص الجول. يعني لو نشوفها تاني هتلاقي محمد شريف تحركه هو نص الجول بصراحة، لكن الفرحة كانت كبيرة جدا لينا كلنا، فرحانين بمحمد شريف عودة الثقة، وإن شاء الله بإذن الله مع توالي المباريات على المستوى المحلي وعلى مستوى كأس العالم محمد شريف يرجع تاني لتهديفه وخطورته على المرمى. ده طبعا اليوديانج بيلعب كرة رائعة، يعني وجود كمان حمدي فتحي في الجزئية دي بيدل إنه لعيب كبير وعنده رؤية واضحة جدا. الثلاث خطوات أو الخطوتين اللي خدهم محمد شريف والرؤية الرائعة من علي معلول، أعتقد دي كمان يعني بتبين قد ايه قدره ولاعبي النادي الاهلي كانوا فايقين بلغه الكوره. عندي رسالتين الحقيقه، رساله على مستوى الجماعي ويخص بفريق النادي الاهلي. نتكلم احتراف ونتكلم احنا هنا في المحترف بنتكلم بلغه الاحتراف. مفيش شك ان مباراه نادي الزمالك خاصه لما بتلعب قدام نادي الزمالك وبتكسب بيكون ليها فرحه خاصه ويكون ليها مردود خاص، ولكن أنا في رأيي إن مباراة النادي الأهلي بكرة مع البنك الأهلي هي مباراة لا تقل أهمية عن مباراة نادي الزمالك بحسابات الاحتراف. ثلاث نقاط إن شاء الله يكونوا في رصيد النادي الأهلي يتسع كمان الفارق ويضع الضغط على المنافس، فدي لغة الاحتراف. هتقول لي البنك الأهلي زي نادي الزمالك احترافيًا؟ آه، مباراة بثلاث نقاط مهمة جدًا في مشوار النادي الأهلي. ده على مستوى يعني على مستوى اللاعبين لازم يعني وكعادتنا فرحنا وهيصنا ورقصنا وعملنا كل حاجه بعد المباراه، واعتقد الصفحه بتتقفل ويبقى في مشوار اخر وفي خطوه اخرى بنفس التركيز ونفس الاصرار. وزي ما بقول لحضراتكم ثلاث نقاط لا تقل اهميه عن مباراه نادي الزمالك. ده على مستوى الجماعي، واعتقد يعني ده كان مهم جدا جدا، واعتقد كابتن خطيب بيتكلم بعد الماتش وبيقول الكلام ده. كمان كابتن سيد عبد الحفيظ قال حاجه والناس فاكراها يعني ده كلام بيتقال. كابتن سيد عبد الحفيظ قال ان دايما الرد بيكون في الملعب، وكلمه الرد في الملعب دوت يعني
دي جمله اللعيبه بتسمعها كتير جدا، وانا كنت بسمعها كتير جدا مع ايام ما كنت بلعب في ناشئين النادي الاهلي. فاي اساءه من الخصم واي حد يخرجك عن تركيزك كان دايما المدربين الكبار بيقولوا لنا ردك يكون في الملعب. ورد النادي الاهلي كان في الملعب الحقيقه، وكان رد قاسي جدا جدا ورد قاطع، ان احنا مصممين على ان شاء الله يعني استمرار هذه المسيره من المباريات بشكل رائع. بعض المباريات المستوى بيقل شويه، لكن دي يعني سمه كره القدم مش في مصر بس لكن في العالم. لكن الاصرار واضح ان شاء الله ان احنا مصرين باذن الله كل البطولات اللي جايه تكون في دولاب النادي الاهلي. الجزء الاخر بمحمود كهربا، رساله لمحمود كهربا. كهربا يعني كنا سعداء جدا بعد عودتك من الايقاف لمده 6 شهور في مباراه سموحه. انا عايز اقول لك حاجه، الست شهور اللي انت اشتغلت بيهم قبل ما تلعب مباراه سموحه بتدل ان انت كنت مركز جدا عشان تظهر بهذا المستوى وتحرز اهداف وتعمل 2 اسيست. كنت مركز جدا، كنت عندك شغف كبير جدا جدا لعودتك. النقطتين دول حافظ عليهم، النقطتين دول حافظ عليهم، وكأنك بتجدد كمان شغفك، لان الشغف مش مباراه واحده او مباراتين. شغف محمود كهربا لازم يستمر، هذا الاداء ان شاء الله لازم يستمر، وانت بتثبت انك لعيب كبير. اللعيب اللي قعد 6 شهور وبيظهر بهذا المستوى حتى على المستوى البدني، بتدي ساعه بتطلع كل اللي عندك، لكن اللعيب اللي يتوقف عن اللعب الرسمي، لان طبعا التدريبات والمباريات الوديه يعني ليها يعني ليها حته لوحدها كده لا تقارن بالمباريات الرسميه، وخاصه لعبت ماتشين مهمين جدا امام سموحه وامام نادي الزمالك. فالنصيحه الكهرباء استمر، وكانك لسه في ال6 شهور الموقوف فيهم، ربنا ما يجيب وقفه، لكن يعني استغل يعني وصولك لهذه الفورمه وحافظ على هذا الشغف وهذا يعني بلغه الكره الجوع. استمر على دوت، لان هي دي لغه المحترفين الحقيقيين. لغه المحترفين هو دايما الشغف ودايما جعان يكون الافضل، وعمر ما تحط في نفسك او تكلم نفسك يقول انا كده وصلت الفورمه بتاعتي، فهتلاقي غصب عنك مستواك هيقل في التدريب، هيبقى تركيزك اقل. لا، دايما بص انك لسه ما وصلتش، دايما بص للافضل، دايما بص لقدام، دايما عندك الشغف وعندك الجوع انك تقدم اقصى ما عندك، وهو ده ان شاء الله اللي منتظرينه الفتره اللي جايه. ان شاء الله زي ما بقول لحضراتكم، فرقتنا عندها مباراه مهمه جدا بكره مع البنك الاهلي في الجوله ال15 من بطوله الدوري الممتاز. طبعا دي المباراه الاخيره، المباراه الاخيره للنادي الاهلي في الدوري قبل ان شاء الله السفر للمشاركه للمره الثامنه لكاس العالم او في كاس العالم للانديه. ان شاء الله كمان النادي الاهلي يشرف مصر كلها، لانه هو ممثل المصري في هذه البطوله لثمان نسخ، وان شاء الله يكون باذن الله عند حسن ظننا. النادي الاهلي عنده فرصه كبيره ان شاء الله نقابل ريال مدريد، يعني عندنا امال كثيره جدا ان احنا نتخطى المباراتين الاولانيين، وان شاء الله يكون كمان لقاء العمالقه. النادي الاهلي هو النادي الثاني تحت ريال مدريد المنافس الاقوى لريال مدريد على مستوى البطولات وعدد البطولات القاريه اللي حاصل عليها النادي الاهلي وريال مدريد. وبالتالي كل الجماهير بتنتظر هذه المباراه، ولكن عندنا مباراتين مهمين جدا قبليها ان شاء الله نتكلم عليهم في وقتها. لكن النادي الاهلي دايما بيشرفنا ودايما بيرفع اسم مصر في المحافل العالميه. كمان الحقيقه يعني النهارده هنرجع مع حضراتكم للدوريات الاوروبيه، وعندنا حديث كبير جدا عن الدوري الانجليزي هنتكلم عليه بشكل خاص، خاصه ليفربول ومحمد صلاح. عندنا كلام خاص جدا جدا مع طبعا يعني محلل الكره العالميه اسر حسين، هيكون مشرفنا النهارده في المحترف. والحقيقه للافت للنظر التواضع في الاداء بالنسبه لليفربول هذا الموسم. هنتكلم كمان على الارسنال، على اليونايتد، على المان سيتي، هنتكلم كمان على الدوري الايطالي. وانا بقول لحضراتكم الدوري الايطالي من اقوى الدوريات حاليا، واسباليتي المدير الفني لنابولي بيقدم اداء اكثر من رائع، من اقوى الفرق على مستوى اوروبا هو دلوقتي نابولي. هنتابع الدوري الايطالي، وكمان ما ننساش الدوري الاسباني. الدوري الاسباني واحتلال برشلونه لقمه الدوري الاسباني، وعوده طبعا الكتيبه الكتالونيه لسابق عصرها بعد الفوز كمان بالسوبر الاسباني على حساب ريال مدريد. هنتابع كل ده مع حضراتكم. لكن خلونا قبل ما نخش على الصحف العالميه كمان اللي بنتابعها مع حضراتكم في المحترف، نتكلم
على الأخبار السريعة. الأخبار السريعة النهاردة معانا نادي إيفرتون بيرفض عرض من نادي النصر السعودي للحصول على حارس مرمى. خدمات الحارس طبعا بيجوفيتش حارس مرمى إيفرتون، وكان النصر عايز ياخده في خلال الميركاتو الشتوي الحالي، ولكن رد إيفرتون بالرفض على العرض المقدم من نادي النصر السعودي للحارس الاحتياطي طبعا للتوفير. يعني احنا بنتكلم على نادي النصر طبعا بعد ما انضمام النجم الكبير رونالدو، اعتقد بيسعى لضم عناصر ونجوم على المستوى العالمي. النادي طبعا يعني خايف من رحيله في منتصف الموسم، لان التقارير وبعض التقارير في نادي النصر السعودي بيقول قد يعود لمطاردة هذا الحارس في الميركاتو الصيفي بعد انتهاء الموسم طبعا مع نادي إيفرتون. كلنا يعني متابعين اخبار نادي النصر بعد طبعا التعاقد الكبير مع كريستيانو رونالدو يوم 30 الشهر الماضي في صفقه انتقال حر، بعد طبعا اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يمكن يعني انتهى تعاقده، هو موجود في كاس العالم مع البرتغال، نهى التعاقد مع المان يونايتد. شارك رونالدو في اول مباراته مع النصر واللي شهدت فوز الفريق يعني الملقب بالعالمي على نادي الاتفاق 1-0 امبارح، كان يوم الاحد، دي كانت في الجوله رقم 14 من الدوري السعودي للمحترفين. لسه مع نادي النصر، ويعني خبر الحقيقه طريف بيقول ان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي بيبحث عن طباخ خاص ليه بعد طبعا انتقاله بشكل كامل الى الرياض. وحسب صحيفه ذا سان الانجليزيه ان رونالدو رصد مبلغ تقريبا 150 الف جنيه مصري من اجل ايجاد طباخ محترف بيوفر له ويوفر لاسرته الاحتياجات الغذائيه خلال الفتره القادمه. رونالدو لا زال يبحث عن شيف او طباخ خاص ليه يجهز كل احتياجاته الغذائيه، اعداد الوجبات بشكل احنا عارفين اللاعبيه ديت بيكون عندها نظام غذائي خاص، وطبعا بيسعى رونالدو لسد هذه الثغره من خلال يعني البحث عن شيف يكون موجود معاه في السعوديه. طيب نروح لانجلترا، وعندنا خبر عن هاري كين. هاري كين طبعا مهاجم توتنهام اصبح منفتحا على قرار مصيري بشأن مستقبله مع المان يونايتد بعد ما كان بيفكر في تجديد عقده مع نادي. حضراتكم عارفين ان هاري كين عقده هينتهي يعني في صيف 2024، وبيرفض قائد منتخب انجلترا الحقيقه التوقيع على عقد جديد خلال المفاوضات بدأت يمكن اكتر من سنه بنتكلم على تجديد العقد، لكن هو رافض تجديد هذا العقد. بعد التقرير اشارت ان كين رغم تراجع نتائج توتنهام في الفتره الاخيره هو يعني منفتح على الاستمرار مع الفريق. حضراتكم عارفين ان لسه توتنهام لسه قريب الى حد ما من المربع الذهبي في الدوري الانجليزي اللي هنتابعه مع حضراتكم بالتفصيل. بالاضافه كمان تواجد الفريق في ثمن نهائي الشامبيونز ليج، بالاضافه طبعا الى المنافسه على لقب كأس الاتحاد. يعني كثير من التقارير في انجلترا ربطت هاري كين بالتوقيع مع باير ميونخ طبعا العملاق الالماني خلال الاشهر الماضيه. هنيجي لخبر ثاني، النجم يمكن المغربي ويمكن كلنا تابعنا المنتخب المغربي في كأس العالم سفيان مرابط، ده كان من افضل اللاعبين مش بس في المنتخب المغربي ولكن في كاس العالم النسخه الماضيه قطر 2022. كان مرابط طبعا لاعب فورتين لاعب المنتخب المغربي في طبعا تالق غير عادي. مرابط حضر يمكن مباراه برشلونه واختفي الاخيره في الدوري الاسباني، المباراه اللي انتهت ب طبعا الفوز برشلونه بهدف مقابل لا شيء. بعد التقارير الاسبانيه بتقول ان مرابط كان كمان متخفي ما بين الجماهير الكبيره، كان حوالي 80 الف متفرج في هذه المباراه، وكان سفيان يعني كان مختبئ او يعني مخبي نفسه بشكل او باخر. واشارت ان اللاعب اجرى يعني الرحله ديت الى برشلونه لاسباب شخصيه بحته، ولا يرتبط هذا الامر باجتماع مع مسؤولي برشلونه للانتقال الى الكتالوني في الميركاتو الشتوي او حتى في الميركاتو القادم. لكن عقد مرابط مع فيورنتينا الايطالي
بينتهي في صيف 2024 مع إمكانية تجديده لموسم آخر. بعض الأندية الأوروبية أكيد كانت مهتمة جدا جدا بهذا اللاعب بعد كأس العالم، كان على رأسها طبعا ليفربول، أتلتيكو مدريد وبعض وريال مدريد. بتكلم على طبعا وسط ملعب قوي جدا كلنا شفناه في كأس العالم، وكان متواجد في مباراة برشلونة مع ختافي، ولكن التقارير يمكن قالت أنه هو كان جاي بشكل شخصي، ولكن لا تعلم يعني لا تعلم المفاوضات بتبقى عاملة ازاي. الميركاتو والانتقالات مختلفة تماما عن اللي بيحصل عندنا هنا في مصر، وان شاء الله من خلال المحترف كمان عندنا الملف ده، انتقال اللاعبين ان وكلاء بيشتغلوا ازاي بشكل سري وبشكل احترافي جدا. هنتكلم على هذا الملف ان شاء الله من خلال برنامج المحترف. طيب دي كانت اخبارنا السريعه، نروح نشوف مع حضراتكم ما قالته الصحف العالميه في المحترف. يلا نروح على اسبانيا يعني صحيفه ماركا الاسبانيه اللي ركزت على فوز الريال على اتلتيكو بلباو بنتيجه 2-0 بالدوري، وكتبت احياء لسه عايشين. كمان الصحيفه اهتمت بهاتريك طبعا هالاند في مرمى وولفهامبتون في الدوري الانجليزي. كمان الصحيفه اهتمت بفوز برشلونه 1-0 على ختافي وتعزيز صدارته للدوري الاسباني. لسه في اسبانيا مع جريده سبورت الاسبانيه اللي ركزت على كمان فوز برشلونه على ختافي، وكتبت برشلونه يواصل تقدمه بفوز صعب. الصحيفه اهتمت بفوز ريال مدريد على اتلتيكو بلباو 2-0، وكتبت بنزيما يمنح ريال مدريد الاجنحه. اهتمت الصحيفه كمان بقضيه البرازيلي داني الفيش، وكتبت الفيش الكاميرات تشكك في روايته. نروح لانجلترا، ذا صن الانجليزيه اللي ركزت على فوز الارسنال على المان يونايتد بنتيجه 3-2 وتعزيز الصداره للدوري الانجليزي، وكتبت ارتيتا يشيد بفريقه الذي ارسل اشارات قويه للفوز بالدوري الانجليزي. الصحيفه اهتمت كمان بفرانك لامبارد مدرب ايفرتون، وكتبت لامبارد في ازمه، والحقيقه لسه من دقائق صغيره تم اقاله لامبارد من الإدارة الفنية لفريق إيفرتون لسوء النتائج، وتوقعات الصحيفة كانت في محلها وتم إقالة لامبارد مع إيفرتون لسوء النتائج واحتلال يمكن إيفرتون يمكن مركز قبل الأخير في طبعا جدول ترتيب البريمير ليج. طيب نروح لفرنسا، ليكيب الفرنسية ركزت على تأهل لاس للدور القادم من كأس فرنسا بعد الفوز على استاد بريست، وكتبت لاس قوي. اهتمت كمان بمباراه باريس سان جيرمان وبريست ديج، وكتبت يعني حفل ليله الاثنين. من فرنسا نروح لايطاليا، نشوف كمان الصحف الايطاليه وعلى راسها لاجازيتا دي سبورت، كتبت على تعادل اليوفنتوس واتلانتا 3-3، وكتبت غضب اليوفنتوس، يوفنتوس من يقاتل في الملعب وفي المحاكم. الصحيفة كمان اهتمت بالمدافع كريستينزن قائد انتر ميلان، وكتبت القائد يهرب. الحقيقة يعني في مشاكل كتيرة جدا جدا هنناقشها كمان مع ضيفنا النهاردة آسر على موضوع اليوفنتوس وخصم 15 نقطة من رصيده في التلاعب و يعني اليوفنتوس الحقيقة مصدر إزعاج للكرة الإيطالية. توتو سبورت الايطاليه اهتمت بتعادل يوفنتوس مع اتلانتا 3-3، وكتبت يوفنتوس لا يموت ابدا، الفريق اظهر رد فعل واللاعبون يقاتلون ضد اتلانتا. الحقيقه دي كانت اخبار الصحف العالميه زي ما قلت لحضراتكم النهارده حلقتنا دسمه، عندنا الدوري الانجليزي، عندنا الدوري الاسباني، عندنا الدوري الايطالي مع نجم التحليل العالمي ومحلل الكره العالميه آسر حسين بعد الفصل. اهلا بحضراتكم، والحديث ما زال مستمر على الكره العالميه، ونتكلم على الكره العالميه لازم يكون عندنا حد مميز على مستوى التحليل الفني، على مستوى يعني الارقام، على مستوى المتابعه. والنهارده بيشرفنا في المحترف يعني محلل الكره العالميه آسر حسين عشان نتكلم معاه على الدوري الانجليزي والالماني والاسباني. آسر مساء الخير عليك. مساء الفل يا كابتن، منورنا. حضرتك كنت وحشني ودايما برنامجك منور الدنيا. وانت كمان والله منورنا دايما في المحترف. هنتكلم على الكره العالميه والدوري الانجليزي، ونتكلم على ليفربول وصلاح،
لكن خلينا كالعاده الفتره اللي فاتت المحترف قدم مجموعه كبيره جدا جدا من اللاعبين المصريين المحترفين في اوروبا على مستوى على مستوى فرق الشباب وفرق الناشئين، وحتى بعضهم بيلعب دلوقتي في الفريق الاول. يعني محمد طلبه اللاعب المصري الالماني بيلعب في نادي بوخم وبيشترك مع الفريق في البوندسليغا. عندنا النهارده كمان نموذج ولاعب مصري اخر بيلعب في الدوريات الاوروبيه، نتابع مع حضراتكم. الحقيقة ده نموذج، ولسه عندنا نماذج أخرى، ويمكن زي ما بقول لحضراتكم يمكن ده دورنا، ده دور الإعلام إن احنا كمان بنلقي الضوء على عناصر المصريين أو اللاعبين المصريين اللي محترفين في أوروبا على مستوى الشباب، وبعضهم زي ما بقول لحضراتكم على مستوى الفريق الأول. وأكبر نموذج إن احنا يمكن كنا غافلين هذه المنطقة عمر مرموش، اللي يمكن جه بالصدفة عن طريق كروش وبدأ يعني يكون واحد من العناصر الأساسية بمنتخبنا. إن شاء الله كل التوفيق لكل المنتخبات المصرية المشاركة إن شاء الله في الفترة اللي جاية. وتعالوا نرجع بقى للكرة العالمية ونتكلم مع آسر في كل حاجة. آسر، هبدأ على طول معاك مع الدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي الحقيقة ليه مذاق مختلف على مستوى الفرق. يعني الارسنال السنه اللي فاتت مش هو ارسنال السنه دي، ليفربول السنه اللي فاتت مش هو ليفربول، بنتكلم على حتى توتنهام، بنتكلم على تشيلسي كمان، في فرق يمكن ظهرت بمستوى اقل من المتوقع. عندنا مفاجاه اسمها نيوكاسل. عامه انت شايف الدوري الانجليزي لغايه دلوقتي واقترب خلاص من نهايه الدور الاول، شايفه ازاي؟ حضرتك حطيت ايدك كابتن هاني على حاجه مهمه قوي، هي فكره التغير في او التباين ما بين مستوى الفرق الموسم اللي فات والموسم ده، وده حقيقي حاصل مع كل الانديه اللي حضرتك ذكرتها. يمكن عمليه الشراء او الاستثمار في الكوره طول ما احنا بنتفرج، احنا طول ما احنا بره القصه او مش داخلين كطرف، هي بتمثل لنا كل الاستمتاع، لانه التغير في فريق زي نيوكاسل لما استحوذ عليه الصندوق السعودي ده بالنسبه لنا بيقدم متعه، لانه قادر يستقطب لعيبه دلوقتي بيخش مع توب فور بينافس. في كلام على انه كمان ان المدير التنفيذي بيفكر في رؤيته لسوق الانتقالات، انه يجيب لعيبه تساعد الفريق كابتن هاني، مش في الدوري، في دوري ابطال اوروبا في شامبيونز ليج، عشان الفريق دلوقتي بينافس على 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 المقاعد دي. صحيح. فبالتالي كل الانديه دي شكلها بيتغير طول ما في استثمار، كل في تدفق للاموال، كل ما هم الدوري الانجليزي بقى اكتر دوري جاذب، اكتر دوري الجاب بيوسع جدا والفارق بيتسع جدا يا كابتن هاني ما بينه وما بين الدوري الالماني والايطالي والاسباني والفرنسي، الجاب بيتسع جدا، ما فيش حجم الاموال دي في اي دوري تاني. فبالتالي ده بينعكس على المشاهده، بينعكس على المتعه بالنسبه لنا واحنا بنتفرج كمحللين وكلاعيبه كوره وكمشجعين. طيب. فبالتالي في فارق كبير جدا. طب خلينا نتكلم على فرقتين قبل، يعني كمان عندنا تقرير رائع على فريق هنتكلم عليه كتير النهارده هو فريق الارسنال، لكن خلينا نتكلم على ليفربول ومحمد صلاح. يعني ليفربول ظهر بمستوى، يعني ودايما بنقول انه لا هيرجع بعد ما يكسب ماتشين، ونقول لا راجع قادر على الرجوع، ولكن المستوى الحقيقي لليفربول يعني مؤسف جدا. ويورجن كلوب هو حتى الراجل في بعض المؤتمرات الصحفيه ظهر عليه نوع من الاحباط. شايف ازاي ليفربول وشايف مشاكله ايه بالظبط في هذا الموسم، وينعكس ازاي على محمد صلاح بشكل او باخر؟ يعني يمكن كابتن هاني، يعني زي ما حضرتك ذكرت، من اكتر فرق فيه تباين في الاداء هي ليفربول. ليفربول السنه اللي فاتت او اللي بنتكلم عليه دلوقتي بالمستوى ده، من شهور بس فاتت، كام شهر فاتوا، كان بينافس على الرباعيات التاريخيه، على الكوادرابل زي ما الانجليز بيقولوا. ففريق كان بينافس على كل البطولات، وصل لنهائي شامبيونز ليج، خسر الدوري يا كابتن هاني لو نفكر نفس في اخر ربع ساعه امام سيتي. أيه. خد الاف اي كاب وخد الكاراباو كاب، كان بينافس على اربع بطولات، وكان هيعلن نفسه الفريق الاعظم في انجلترا بانه حقق الرباعيات التاريخيه. النهارده بعد الكلام ده كان من شهور فاتت، من شهر مايو اللي فات، هو بيقبع في المركز التاسع. ما بقيناش فاهمين زي ما حضرتك بتقول، واضح علامات الاحباط على مدرب. كانت الميزه اللي عنده كابتن هاني هي الشطاره في ال1 تو 1 سايكولوجي والتعامل النفسي الجيد جدا مع اللاعبين. النهارده شايفين فريق فاقد للروح،
المورال بتاع اللعيب فاكك خالص. بعدين في نقطه مهمه جدا يا كابتن هاني، لو ناخد الناس في حاجه اكثر عمقا يعني، هي اضلاع الكوره. القصه في ليفربول بقت معقده جدا، في عدم ارتياح طول الوقت كان على من جماهير النادي على مجموعه فانوي اللي هم بيمتلكوا النادي المجموعه الامريكيه، وكل شويه كانت تطلع تظاهرات في عز مكاسب الفريق وفي ظل انتصارات يورجن كلوب مع الفريق، لكن انتصارات يورجن كلوب دايما بتغطي على وبتهدي يعني بتسكن الامور. لكن النهارده الفريق بيبتعد عن كل البطولات، ما عندوش غير بطوله كاس الاتحاد ينافس عليها والدوري اللي بعد جدا. وصلت يا كابتن انه مباراه الجوله اللي فاتت بين ليفربول وتشيلسي بقت مباراه قمه منتصف الجدول التاسع والعاشر. فالانحدار ده صعب جدا. اللي حصل في امكس ستاديوم اعتقد امام برايتون والخساره بثلاثه محبط جدا للجماهير. الجميل سافرت يا كابتن من ليفربول للساحل الجنوبي خالص في برايتون وشافت فريقها بيخسر بثلاثيه امام برايتون باكتساح. محمد صلاح في النهايه وصل لمرحله انه نجم عايز يكون وسط منظومه بتساعده على انه يحقق الالقاب الفرديه، يحقق يفضل سعره في الماركت وفي السوق مرتفع. ليفربول مش بيساعده، هو بيعمل كل يقدر علشان يساعده. طب انا هخش في الجزئيه دي لاننا كلنا بيهمنا محمد صلاح يعني أكيد. كل الناس تابعت ليفربول عشان محمد صلاح بشكل او باخر، لكن طلعت بعض التقارير كده في انجلترا ان ليفربول منفتح على يعني خروج محمد صلاح في الصيف القادم، ويمكن التقارير قالت ان هو حدد قيمه 70 مليون باوند او جنيه استرليني لانتقال محمد صلاح الموسم القادم، وكتبت كده ما بين قوسين ان باريس سان جيرمان هو الاقرب للحصول على خدمات محمد صلاح. هل انت شايف ان محمد صلاح بعد انتهاء هذا الموسم من الافضل ليه يروح لنادي تاني؟ باريس سان جيرمان اكيد مهتم بيه جدا، ويمكن يعني كان في مقابله كده مع مالك النادي الاسبوع اللي فات في لندن والناس ترجمتها ان محمد صلاح قريب من باريس سان جيرمان. شايف محمد صلاح ازاي خلال الموسم ومع نهايه الموسم؟ كابتن هاني ممكن نرد على السؤال ده باكتر من حاجه، لانه يمكن الناس، انا صدفه ان انا كنت في انجلترا وقت الكلام على تجديد محمد صلاح، وكانت كل الصحف الانجليزيه دي ميل وغيرها والجارديان كانت بتتكلم انه لو صلاح ما جددش مع ليفربول ان ريال مدريد الانسب ليه. كنت بعتقد ان ده تمني اكتر من توقع، الناس شايفه محمد صلاح لايق على ريال مدريد، وفي تمني طبعا من الجمهور العربي كله ان صلاح يلعب في ريال مدريد. لكن في ظل كمان الانباء اللي جايه من داخل ريال مدريد ان كان في نزال في خلاف كبير اللي ساهم في خساره ريال مدريد امام برشلونه بثلاثيه، انه انشيلوتي بيلح على بيريز انه محتاج باك يمين غير كارفاخال، محتاج مهاجم صريح غير بنزيما يساعد الفريق لما بنزيما يغيب وكارفاخال مستواه ينزل، وهو رفض ده. فانت بالتالي واحد مش قادر يدعم او مش عايز يدعم في الحتتين دول او في المراكز اللي فيها نواقص الفريق، بتقول له انا عايز اجيب نجم بسعر كبير زي محمد صلاح وبثقه لمحمد صلاح للفريق، فممكن تستبعد ده من يعني صحيح. بشكل واقعي فكره باريس سان جيرمان بعتقد انه، وكمان برضه عشان ما يبانش ان احنا كمصريين فكره ان احنا دايما بنقول يعني، وحضرتك اكبر نموذج لده ان المحترف بيفضل يعني، حضرتك قعدت سنين سواء الفرقه نزلت او طلعت سنين في المانيا وانت مع الفريق وبيكسب وبيخسر، ده اللي بنطلبه من محمد صلاح يكون محترف حقيقي، لكن في نفس الوقت احنا عايزينه ياخد القرار الصح في الوقت الصح. هي مش فكره ليفربول في انحدار، فكره ان المشروع ملامحه مش واضحه. احنا لسه مش عارفين يورجن كلوب هيكمل ولا لا. تدعيمات سيئه جدا تيجي ليفربول، انت بدل ما تجيب وسط ملعبك اللي بقى متهتك رحت صرفت ال 100 مليون على نونيز اللي لحد دلوقتي جايب ربع ارقام ساديو ماني. فبالتالي محمد صلاح هيبقى مش ازمه انه هيمشي لما الفريق يحتاجه، ازمه انه المشروع ما بقاش مناسب ليه. بالنسبه لفكره باريس سان جيرمان بعتقد انها الفكره الاقرب يا كابتن هاني، لانه مكسب، عارف انجليزي يقول لك وين وين سيتويشن. ناصر خليفي بيدير النادي بطريقه تسويقيه ممتازه جدا، قادر يجذب المشاهدين لانه يتفرجوا على فريق باريس، يتفرجوا على الدوري الفرنسي اللي كان بعيد جدا عن المشاهده. اما تجيب النجم العربي المفضل او النجم العربي صاحب الشعبيه الكبرى او المتابعه الكبرى من الجماهير العربيه كلها تنقله لفريقك، طبعا غير المردود الفني هيبقى في، هتبقى الناس بتشجع باريس يعني. صحيح. يعني كمان خلي بالك في بعض التقارير ويمكن ممكن يكون ليها تاثير على وجود او استكمال محمد صلاح لتعاقده مع ليفربول، ان في طبعا يعني مستثمرين من قطر عارضين ان هم يشتروا ليفربول، وبالتالي ممكن يكون في مشروع جديد لليفربول خلال السنوات القادمه. وبالتالي خلي بالك انتقال النجوم دول على راسهم محمد صلاح طبعا. وميسي ونيمار ورونالدو، كل ده بيكون ليها حسابات مختلفه سواء على مستوى طموحات اللاعبين او كمان على مستوى الفلوس على مستوى الانتقالات نفسها. وبالتالي قد يكون محمد صلاح منتظر الى حد ما المستثمر جديد، اموال بتضخ، مشروع جديد ممكن يتواصل. عايز اتكلم معاك بس بعد الفيديو، لان كمان بنتكلم دلوقتي على، لو اتكلمنا على ليفربول وسوء الاداء والنتائج معاكسه طبعا للموسم الماضي، كمان بنتكلم على الارسنال.
الارسنال مع كمان خلي بالكم مع بدايه الموسم دوت كان يمكن ارتيتا قاب قوسين او ادنى من الرحيل، ولكن دلوقتي يعتلي البريمير ليج بجداره، يمكن بفارق قد يصل الى، طبعا عنده مباراه مؤجله، عنده يعني فارق النقاط دلوقتي 5 نقاط مع المان سيتي، لكن كمان عنده مباراه. بنتكلم على الارسنال، عندنا تقرير حلو قوي طبعا ايهاب الجنيدي معدنا ويعني المبدع في الكره العالميه محضر لنا تقرير عن الارسنال، نشوفه ونرجع مع حضراتكم. تجاوز صدى قذائفه منطقة هولوي في شمال لندن إلى كافة أنحاء إنجلترا في ظل غزوات كتائب مدفعيته المستمرة والناجحة أمام مختلف المنافسين والخصوم. إنه استثناء الموسم الجاري وعملاق البريمير ليج الأوحد هذا الموسم أرسنال. قطع أرسنال هذا الأسبوع خطوة جديدة صعبة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تجاوز نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2 بعد مباراة قوية وصعبة، ليحقق الجانرز أكثر من هدف بهذا الانتصار، حيث واصلوا الابتعاد في صدارة جدول الترتيب كما ثأروا من الشياطين الحمر، الفريق الوحيد الذي كان قد تغلب عليهم في الدور الأول من المسابقة هذا الموسم. وفي ظل تراجع أداء عملاقي الموسم الماضي مانشستر سيتي وليفربول وحالة التوهان التي يمر بها تشيلسي، شق أرسنال الصفوف بقوة وجدارة نحو القمة، معتمدا على كتيبة من اللاعبين الشباب الراغبين في صناعة التاريخ وتحت قيادة مدرب إسباني واعد يصبو ليصبح قطعة كبيرة مؤثرة على رقعة شطرنج المدربين الأبرز في عالم الساحرة المستديرة. ومع خوض كتيبة أرسنال لنصف مبارياتهم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 19 مباراة، يتربع الفريق على قمة جدول ترتيب البريمير ليج برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني وحامل اللقب مانشستر سيتي الذي لعب مباريات أكثر بخوضه 20 مباراة حتى الآن. كما دخل أرسنال قائمة الأندية الكبار التي نجحت في حصد 50 نقطة أو أكثر في البريمير ليج بعد نصف الموسم، والتي ضمت قبله تشيلسي وليفربول والسيتي. آسر، الأرسنال بيقدم نسخة رائعة في البريمير ليج على مستوى الأداء على مستوى النتائج، إيه اللي عمله أرتيتا عشان يرجع بهذا الفريق لهذا المستوى ويتربع على عرش وقمة الدوري الإنجليزي؟ زي ما حضرتك يا كابتن تفضلت في قبل التقرير وقلت كان قاب قوسين أدنى إنه يقال. أنا أفتكر السنة اللي فاتت أول 3 مباريات خسرهم أرسنال، وكانت النادي كانت الإدارة والناس بتطالب بإقالته. صحيح. النهاردة بعد ما انتصف الدوري أو انتصف الدور الأول في الدوري الإنجليزي، أرسنال بيتصدر بفارق 50 نقطة، فارق 5 نقاط عن سيتي مع مباراة في إيده، لعب مباراة أقل، فبالتالي ممكن لو كسبها يتسع الفارق الثاني ل8 نقاط. نفكر الناس كمان كابتن من لحظة تعيينه في 2019-2020 الفريق كان بيعمل إيه بعد مرور الدور الأول، كان في المركز 11 بفارق في موسم 19-20 فارق برصيد 24 نقطة، السنة اللي بعدها 2021 المركز 11 ب27 نقطة، السنة اللي فاتت مع تحسن في مشروع أرتيتا مركز الرابع 37 نقطة في الوقت ده من الدوري، النهاردة 50 نقطة مع أرتيتا، بيتسع عن سيتي المدجج بالنجوم صاحب الميزانية الخرافية. ده تعب ال3 سنين يا كابتن، والمشروع اللي بدأ بيه أرتيتا. أنا عمري ما كنت مشجع لأرسنال، لكن أنا مشجع كبير قوي لأرتيتا. احنا محللين ممكن نشجع مدربين، بنحب الأرسنال عشان النني كمان، وعشان النني طبعا. صحيح. عشان يعني نجمنا المصري. فبالتالي يا كابتن الحقيقة أرتيتا مشروع مدرب يستحق الدعم جدا، إنك في فترة قصيرة تقدر تخلص على منظومه كانت موجوده واختلال ما بين تغيير المدربين وفرق ولاعيبه بتحس انها القاده في اوضه اللبس، لما تمشي لعيب بحجم وقيمه اوزيل وتمشي لعيب بحجم وقيمه اوباميانج وتسيطر على غرفه خلع ملابس وتختار اصغر لاعب في المنظومه اوديجارد تقول ده اللي هبني عليه وهيبقى كابتن الفريق واللي بيقود الفرقه، وتبني بايديك اللعيبه الصغيرين اللي انت عايز تخليهم نجوم الفرقه. بالتالي النهارده المنظومه ممتازه. لما تبص على غير طبعا انها بالنسبه لي، انا عارف حضرتك عايز تتكلم عليها باستفاضه، مباراه يونايتد امبارح، الاحساس اللي بقى موجود في ملعب الامارات كانه كابتن، واحنا حضرنا الحمد لله المحظوظين انا وحضرتك حضرنا الاجواء. أيوة. في هايبري
امبارح تحس انه ده الموطن الجديد مع ارتيتا بروح جديده. اللعيبه كل هدف بتسجله ايا كان في الدقيقه كام بتحتفل كلها مع الجهاز الفني كانه هدف في الدقيقه 93. ودي خلي بالك روح جديده، وزي ما بنتكلم دايما قد يكون هناك مشروع، والمشروع دوت ثماره بتجنى بعد يمكن سنوات من بدايه المشروع، مش اول ما نبدا مشروع على طول او يعني ناخد البريمير ليج. لكن الارسنال واضح جدا ان هو الحقيقه ارتيتا بيقدم كوره رائعه وبيقدم كوره هجوميه بشكل كبير جدا، والروح كمان اللي اتكلم عليها قاسر ما كناش بنشوفها يمكن السنه اللي فاتت او اللي قبليها، ولكن الارسنال يعني بيقدم نسخه رائعه في البريمير ليج. هنروح لفاصل سريع ونرجع زي ما قاسر اتكلم على مباراه كانت مباراه رائعه ما بين الارسنال والمان يونايتد بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية قاسر. نتكلم قبل الفاصل على الأرسنال والطفرة اللي عاملها في البريمير ليج بقيادة أرتيتا، وكان الحقيقة كلنا كنا متابعين مباراة المان يونايتد والأرسنال، مش احنا بس، كمان أعتقد جارديولا وكل فريق مان سيتي كان بيتفرج على الماتش ده، والأرسنال عمل مباراة كبيرة، كمان المان يونايتد الحقيقة كانت مباراة رائعة. شفتها ازاي وشفت كمان فوز الأرسنال في الدقائق الأخيرة ازاي؟ مباراة بالنسبة لي كابتن هي الأمتع، يعني من الناس ممكن تقول لك مباراة سيتي وليفربول، لكن الحقيقة هي طبعا خلصت 3-2 برضه لسيتي، لكن لا كان طرف هو المتسيد سيتي وليفربول بيحاول يعني إيه يعمل أي حاجة في اللقاء، لكن دي من حجم الندية والفرص اللي بتروح مرة هنا على الجون ده ومرة على الجون الثاني كابتن هاني، بعتقد هي المباراة الأمتع في البريمير ليج إن لم يكن في كل الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى. مباراه يعني انت بتستنى الماتشات دي يا كابتن عشان تشوف كل اللي اتكلمنا عليه كلها استنتاجات في النهايه على الملعب. الفرقه دي بتثبت ده، ارسنال لعب كبطل للدوري الحقيقه، مش شايف اي سبب ما يخليش الفريق ده بطل. كل ارتيتا بذاكر كويس قوي تنهاج نفس الكلام، عارف قدرات ارسنال، افتقد كتير جدا. ده ياكد لك حجم الكواليتي اللي كان غايب يا كابتن عن يونايتد، يعني يمكن كازيميرو انا بعتقد ما جاتش الكواليتي دي في وسط الملعب ليونايتد في كل الانتدابات اللي جابوها والارقام الكبيره دفعوها من ايام يمكن مايكل كارك، فغياب كازيميرو عن اللقاء اثر كتير جدا على وسط ملعب يونايتد اللي كان فيه اللي كانت معركه المباراه كلها في وسط الملعب. تغيير في المراكز ذكي جدا من ارتيتا، نفس المنظومه ما بيغيرهاش، نفس اللعيبه. الفريق ارسنال كان بيتقال دايما عنه كابتن بيلعب كره حلوه، بيعيبه انه دايما مفتوح ورا او اكسبوزد بلغه الانجليز، في منظومه دفاعيه قويه جدا مع وجود صليبه وجابريال بن وايت ناحيه اليمين وطبعا زينشينكو. استخدام زينشينكو طول الوقت بانه هو جاب اللعيبه اللي تنفعه، يعني مش شرط يكون يا كابتن احسن باك بيلعب اوفر، عايز لعيب كوير، عنده كوره لما اضغط الفرقه والعب كوره ارسنال اللي هي بتاعت ارتيتا اللي هي يعني شبه كوره فينجر بس طبعا نكت ارتيتا كابتن، دايما بيقطم للنص. مارتينيلي كان بيزيد كلاعب ثالث وبيخش بالعمق عشان يكسب معركه وسط الملعب مع ثنائي يونايتد ماكتوميناي وبرونو، فبالتالي كان في يعني دايما تحس على الانجليزي يقول لك ايه زياده عدديه، والانجليزي يقول لك اوت نمبرد، كان دايما تحس ان ارسنال ازيد ضاغط دايما هاي بريشر وهايبر بريشر على لعيبه وضغط عالي جدا على لعيبه مانشستر يونايتد في مناطقها، كان في صعوبه جدا دخيه طلع الكره من تحت، دايما فوق، دايما ساكا فوق ونكيتيا فوق ومارتينيلي قافل ناحيه الشمال. التغييرات التكتيكيه اللي جوه الملعب ان انا طيب انا بن وايت لا هنزل تومياسو وبعدين هدخل زينشينكو جوه الملعب وانقله ناحيه اليمين شويه لا ناحيه الشمال، المهم ان نعمل زياده عدديه. فكره الاهداف اللي جت ارسنال اكتر كجمل وكوره ارسنال، يونايتد بالروح قدرت تجيب استغلال الكرات الثابته والسيت بيس سلاح مهم جدا مع اريك تنهاج، لساردو مارتينيز جاب جون واحد من افضل اللعيبه في المباراه اليونايتد. بالتالي بس من اول الدقيقه 83 كانت هنا بقى اللي اتاكد مين فريق بطل ومين فريق جاي في الطريق. ارسنال فريق بطل من الدقيقه 83 مصمم على انه ما يطلعش يونايتد ملعب الامارات يا كابتن غير وهو واخد الثلاث نقاط وهو متصدر الدوري. يونايتد قد حاول يقفل خطوطه، لكن في النهايه الفريق في التطور في البروسيس هيخش في المنافسه يونايتد، وده مكسب كبير لجماهير يونايتد، لكن لسه ما هواش فريق بطل. الارقام اللي قدامنا كمان هاخد رقم الارسنال بالفرص والاهداف، عندك 10 فرص، يعني الارسنال كمان زي ما بتتكلم خلق 10 فرص قدر يحقق منهم 3 اهداف، المان يونايتد يعني 4 فرص حقق هدفين، وده هيخليني اتكلم على راشفورد، لان كمان لو بتتكلم على الارسنال لازم نتكلم كمان الحقيقه المان يونايتد بقاله 10 مباريات بدون خساره في كل المسابقات على المستوى المحلي على مستوى الكاس وعلى مستوى البريمير ليج، وكان ماشي في مسيره اكثر من رائعه من مع تنهاج وكمان راشفورد اللي ظهر كمان بمستوى اكثر من رائع سواء في المباراه دي او المباريات الاخرى على المستوى التهديفي على مستوى خلاص تحس راشفورد، وهاخد رايك في الجزئيه دي، يعني كان حتى وجود كريستيانو رونالدو كان عامل زي شبوره وعامل قلق كبير جدا للمان يونايتد،
مع خروج رونالدو اعتقد المسيره 10 مباريات بدون هزيمه، ولكن الارسنال قدر يكسر هذا الرقم. بتفق مع حضرتك تماما، في تحرر كبير قوي نفسيا لراشفورد بعد خروج رونالدو من الفريق، في تحرر نفسي كبير جدا لإريك تنهاج اللي كان حتى لو كسبان 5 كابتن 70% من المؤتمر الصحفي او بريس كونفرنس اللي بعد اللقاء بيتكلم فيه مع رونالدو مضطر دلوقتي قادر يركز مع فريقه اكتر. راشفورد طبعا نسخه إريك تنهاج او راشفورد نسخه ما بعد كاس العالم، 9 مباريات بتسع اهداف بمعدل هدف كل مباراه. حتى يعني حضرتك برضه حطيت ايدك على حته مهمه وهي فكره اداء راشفورد في مباراه ارسنال. ارسنال من اول دقيقه هو اللي كان ضاغط على يونايتد، لكن قدر يسجل الاول راشفورد. لكن عندك لعيبه كابتن اللي بيسموه مش الامباكت يعني الجيم تشينجر، انه يغير المباراه في لقطه رغم ان مش فريقه ضاغط. الكوره احتاج راشفورد ربع مساحه بس صحيح. في الثلث الاخير اللي قدر يسجل منها، خد فتح زاويه التسديد وشاط ورامز ديل ما قدرش يعمل لها حاجه. دي قيمه لعيب راشفورد، يقدر يحسم لك ماتشات حتى لو جبهه فريقك مش الافضل. فبالتالي راشفورد نسخه إريك تنهاج ممتازه جدا، واضح البصمه بتاعت إريك تنهاج على اداء راشفورد اللي بعتقد مشروع زي ما مشروع ارسنال بيرتكز على اوديجارد وساكا واللعيبه الصغيره، بيرتكز على راشفورد في الاساس، اصبح هو نجم الشباك بلا 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 منازع يعني، واداؤه بيساعد الفرقه جدا. طيب لسه حديثنا عن البريمير ليج، لكن نشوف النتائج الجوله الاخيره من البريمير ليج كانت عامله ازاي، لان كمان احنا لسه عندنا مباريات كبيره. بنتكلم كمان لسه على المان سيتي، دي نتائج المباريات في الاسبوع ال 21 بالدوري الانجليزي، وتعادل في مباراه سيئه جدا للطرفين، اذا كان بنتكلم على ليفربول او تشيلسي النتيجه 0-0، ساوثهامبتون والهزيمه امام استون فيلا 1-0، ويست هام فاز 2-0 على ايفرتون، وايفرتون طبعا يعني كمان مفاجأة ويعني أداء سلبي جدا في البريمير ليج. ليستر سيتي التعادل الإيجابي مع برايتون 2-2، بورنموث 1-1 أمام نوتنغهام فورست، وكريستال بالاس تعادل سلبي أمام نيوكاسل نفس النتيجة، ليدز يونايتد أمام برينتفورد، والمان سيتي بفوز كبير على وولفهامبتون 3-0، والأرسنال في مباراة رائعة أمام المان يونايتد والفوز 3-2. دي كانت يمكن نتائج الجولة ال 21 من البريمير ليج. لسه عندنا حديث كمان عن المان سيتي، اللي يمكن جارديولا بقى في المؤتمر الصحفي بيقول لك لا أنا مش حرمي الفوطة، إحنا لسه عندنا أمال كثيرة جدا جدا، والدوري لسه طويل، وعنده أمال كثيرة جدا في الحصول على البريمير ليج في منافسة رائعة مع الأرسنال. حديثنا لسه على الكرة العالمية وخاصة الدوري الإنجليزي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، الانفو دوت عن نقطة مهمة جدا هتكلم فيها مع آسر، وحربه بينه وما بين طبعا دي اكثر الاندية الانجليزية دفعا للاموال لغلاء اللاعبين، وهربطها بالدوري الايطالي واليوفنتوس. لكن خلينا دلوقتي آسر نتكلم على كانت كمان مباراة مهمة جدا جدا في مشوار السيتي لملاحقة الارسنال، وفوزه يعني فوزه كبير على وولفهامبتون بثلاثية نظيفة. مظبوط يا كابتن، ثلاثيه مهمه جدا. بعتقد كمان بالنسبه لي انا المباراه اللي كانت اهم في التنافس المباراه اللي قبلها، لمباراه توتنهام، ان انت تبقى 2-0 تحت وترجع تعمل ريمونتادا 4-2. طبعا جوارديولا يستفيد جدا جدا من تالق نجمنا العربي رياض محرز اللي ساهم، هو اللي رجع الفريق بمعنى اصح، عامل كمان موسم اكتر من رائع ممتاز يعني، كابتن. يعني كمان المباراه دي بالذات يعني اسيستين وهدف، فبالتالي زي ما حضرتك بتقول اداء ممتاز قوي محرز، يستفيد منه سيتي في ملاحقه يعني ارسنال الموسم ده. بعدين ثلاثية هالاند طبعا اللي بتكتب 25 هدف. عايز اقول لحضرتك حاجه، انه بتسجيله 25 هدف في 19 جوله هو كده اوريدي عدى جايزه الحذاء الذهبي بالثلاث سنين اللي فاتوا، يعني ثلاث سنين اللي فاتوا كابتن كل 23 تقريبا 23 هو جايب 25 دلوقتي لو كمان على مستوى الهاتريك كمان على مستوى الهاتريك يمكن هو اسرع لاعب يجيب 4 هاتريك في الدوري الانجليزي، مقارنه طبعا باسماء كبيره جدا زي فاولر وزي ناس كبيره يعني رونالدو كبيرة يعني اعتقد كمان رونالدو 3 هاتريك في 7 سنين يعني ده جايب 4 في البريمير ليج اول موسم يعني، فارقام مرعبه جدا. سيتي ما فيش حاجه خالص تقلق جماهيره من المنافسه على الدوري غير ان ارسنال يفضل كسبان، لكن سيتي اداؤه كويس جدا مع السكواد الاكثر في انجلترا كابتن، انه يقدر يكمل وينافس اي ماتش بيعصلك او اي ماتش الفرق بترص اللعيبه تحت او بيتزنق فيه كوارديولا، لما يبص على الدكه عنده اكتر من حل، عنده رفاهيه الاختيار في 4-5 لعيبه يقدروا يغيروا المباراه، مدجج بالنجوم. لكن الرهان هو على ان ارسنال يقع، وانا بالروح دي بعتقد ان صعب جدا ارسنال يقع، اللي مقدم نصف اول الموسم ممتاز بامتياز في الدوري الانجليزي. طيب تعالى انا وانت والساده المشاهدين نشوف ترتيب جدول طبعا البريمير ليج بعد الاسبوع ال 21، و خلاص بقت صوره واضحه للجميع، وتقدم الارسنال
على القائمة ب 50 نقطة، ولسه عنده كمان مباراة مؤجلة. المان سيتي في المركز الثاني ب 45 نقطة، نيوكاسل اللي عامل موسم أكتر من رائع الحقيقة وكان يعني الحصان الأسود للبريمير ليج السنة دي في المركز الثالث ب 39 نقطة، المان يونايتد المركز الرابع ب 39 نقطة، توتنهام الخامس 33 نقطة، برايتون كمان في موقف جيد جدا في المركز السادس ب 31 نقطة، يليه فولهام السابع ب 31 نقطة، برينتفورد في المركز الثامن ب 30 نقطة. المركز التاسع ليفربول 29 مع تشيلسي بنفس عدد النقاط في المركز العاشر، أستون فيلا في المركز ال 11 ب 28 نقطة، كريستال بالاس 12 ب 24 نقطة، ونوتنغهام فورست المركز ال 13 ب 21 نقطة، ليستر سيتي في المركز ال 14 ب 18 نقطة، ليدز يونايتد 15 ب 18 نقطة، ويست هام يونايتد في المركز ال 16 ب 18 نقطة. واخر اربع فرق في الدوري الانجليزي، وولفهامبتون في المركز 17 17 نقطه، بورنموث في المركز 18 ب 17 نقطه، ايفرتون واقاله طبعا مديره الفني بالمركز 19 ب 15 نقطه، والمركز الاخير ساوثهامبتون ب 20 نقطه. هنشوف بقى كمان معاك ياسر مباريات الجوله القادمه، كمان زي ما بقول لك هي مباريات قويه جدا، والجوله القادمه فيها مباريات مهمه على مستوى طبعا المنافسين، بنتكلم على مستوى الارسنال وعلى مستوى المان سيتي. زي ما بقول لحضراتكم المباريات كلها مباريات ممتعه وكلها مباريات مهمه جدا جدا، ولكن الصراع يشتد على طبعا بنتكلم على العوده من بعيد بالنسبه للمان يونايتد، ودلوقتي موجود في المربع الذهبي. كمان كونتي مع توتنهام، وبعض الناس بتتكلم على إقالة وبتتكلم على تغيير في الإدارة الفنية بالنسبة لتوتنهام. المباراة اللي جاية مباراة مهمة الجمعة إن شاء الله، تشيلسي هيقابل فولهام، ويوم السبت إيفرتون مع الأرسنال. يعني مباراة من ظاهرة مباراة سهلة، ولكن أنا في اعتقادي هتكون مباراة صعبة. أسف يعني بتتكلم إيفرتون إدارة فنية أكيد هتكون جديدة، يعني الأرسنال كمان عنده الدوافع الكبيره جداً. يعني اكيد استون فيلا مع ليستر سيتي، المان يونايتد مع كريستال بالاس، برايتون مع بارنوس، وبرينتفورد امام ساوثهامبتون، نيوكاسل امام ويست هام. ده ماتش قوي جدا. يوم الاحد ان شاء الله نوتنغهام فورست امام ليدز يونايتد، وتوتنهام امام المان سيتي، مباراه قويه جدا يوم الاحد ان شاء الله تجمع ما بين كونتي وجارديولا. يوم الاثنين فولهام امام توتنهام، ده انتوا قررتوا كده توتنهام مرتين. لا خلينا نتكلم على المباراه بتاعه توتنهام والمان سيتي قبل ما اطلع فاصل ونتكلم على الدوري الايطالي. هل انت شايف ان يعني كونتي قاب قوسين او ادنى من الاطاحه من الاداره الفنيه لتوتنهام سوء نتائج وعلى غير المتوقع؟ يعني يمكن كابتن في شيء من عدم الوضوح في مشروع توتنهام مع كونتي. مفيش هدف او تارجت واضح من اتقاله بصراحه من تعيينه. هل انت عايز كونتي عشان ده المدرب الايطالي المتمرس اللي يقدر يرجع الالقاب؟ طيب انت عايز لقب، انت عايز توصل دوري الابطال، عايز توصل بالفريق، عايز تبني فريق للمستقبل، ده مش واضح. في نفس الوقت دوره في حياه كونتي اللي متعودين عليها كابتن انه بيبدا بمطالب معينه للعيبه، بيجي له 2-3 منهم فيبدا يتكلم على انه لا انا عايز اللعيبه اللي انا طالبها بالاسم، ويبدا يهاجم الاداره في المؤتمرات الصحفيه. بعدين يبدا لك اول الموسم بنتائج مبهره جدا، فتحس ان انت كاداره عايز تديله العناصر اللي هو محتاجها. بعد كده الكيرف ينزل شويه، فيبدا يتكلم على انه انتوا مش فريق بطولات. فدوره في حياته حصلت مع كل الفرق يعني، واخرهم انتر يعني. لكن هو طبعا مدرب عظيم، مدرب متمرس جدا. هو كمان بيلمح يا كابتن في اخر مؤتمر صحفي انه بعيد عن النتائج، انا ممكن اكون دي اخر موسم ليا، او انا ابدا افكر بشكل تاني في مشواري الكروي او المهني والتدريبي، لانه بيقول انا السنه دي خسرت اكتر من رفيق في رحلتي الكرويه. في طبعا المدرب اللي كان في الجهاز فني توتنهام، طبعا رحيل فيتالي مساعد مدرب ايطاليا، مساعد مانسيني، فبيقول الناس دي كانت قريبه مني وبنفس تقريبا العمر السني، فتاثر نفسيا بده وشايف انه ممكن ياخد اجازه من كره القدم. بيتكلم يعني الضغوط كثيره جدا جدا، بما فيها طبعا نتائج الفريق. بعتقد في اوراق مهمه ممكن تحدد هو بناء عليها هيكمل ولا لا، وهيؤمن انه يكمل مشروع مع دانيال ليفي، مشروع توتنهام ولا لا. مثلا تجديد هاري كين على الطاوله، الكلام انه منفتح للتجديد، رغم ان الناس كل حتى الميديا الانجليزيه والصحف يا كابتن بتتكلم انه امشي من توتنهام لو انت عايز تختم حياتك بلقب.
هيفضل اسطوره لتوتنهام، هتتحط صورته على جداريه النادي، لكن هيفضل لعيب عظيم بدون القاب، وده صعب جدا. واعتقد هاري كين ده يعتبر الانتقال الاخير على مستوى كمان على مستوى السن وكمان على مستوى مزبوط. الاداء. طيب خلينا نطلع لفاصل لان عندنا كمان حديث يعني قوي جدا على الدوري الايطالي، واسباليتي مع نابولي بيعمل معجزه في الدوري الايطالي، هنتكلم مع آسر والدوري الايطالي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، الحديث دلوقتي مع آسر على الدوري الايطالي. آسر، قبل ما نتكلم على نابولي وتألقه في الدوري الايطالي، خلينا نتكلم الاول على اليوفنتوس واربطه بيمكن التقرير اللي ظهر في الدوري الانجليزي ان اكثر الانديه يعني دفعا للاموال لوكلاء اللاعبين والمشاكل، ويمكن يعني خصم 15 نقطه من اليوفنتوس، ويعني شايف اليوفنتوس يعني شايفه ازاي على النواحي الفنيه مع أليجري وعلى النواحي الإدارية اللي فيها مشاكل كتيرة جدا جدا هذا الموسم؟ اليوفي خليك فريق يعني مثير للجدل جدا، فريق بيعتبر أنه هو كبير إيطاليا وصاحب الألقاب الأكثر في الدوري الإيطالي، والفريق الأكثر استقرارا ماديا في ظل طبعا الأزمات اللي مر بها إنتر وميلان كبار إيطاليا مناصفة. الفرق بدأت يعني إنتر راح للمشروع الصيني، ميلان دلوقتي مع المشروع الأمريكي والشركة اللي اشترت القروض، هم عائلة ثابتة، عائلة أنييلي من زمان. ولكن بيرجعنا كابتن حصل ده لأزمة 2006 وفوز إيطاليا بكأس العالم، والناس كلها بتتكلم عن عظمة إيطاليا في الكورة في نفس السنة اللي بيهبط فيها يوفي، وقضية الكالتشيبولي الشهيرة والتلاعب في النتائج، شبهة التلاعب في النتائج وهبوط الفريق للدرجة الثانية. في ملامح إن احنا رايحين لنفس الاتجاه، لأنه المحكمة أصدرت الحكم كان على شبهة التزوير في أرقام التربح المالي أو الفيجرز أو الأرقام اللي بتتحط في عقود اللاعبين وفي مرتبات اللاعبين اللي وفرت على النادي بالتلاعب ده حوالي 90 مليون يورو. طبعا العقوبات هتطول أندية تانية إيطاليا وبره إيطاليا، يعني مثلا رئيس التنفيذي للنادي كابتن كان باراتيشي، اللي هو دلوقتي جابه توتنهام هو السبورتنج دايركتور أو المدير الرياضي. باراتيشي بتوقف سنتين ونص، توتنهام مش طرف في الموضوع لكن مديره التنفيذي الان ممنوع من العمل، فحتى بالطول انديه نتيجه يعني نتيجه عمله وجوده في يوفنتوس. اريفاباني اللي جابوه الراجل كان واجهه وكان رئيس فيراري، جابوه يبقى المدير التنفيذي، الان بيعرض العقوبه حوالي سنه ونص. انيلي نفسه رئيس النادي قبل ما يقدم استقالته عشان يرفع الحرج عن نفسه بيتعرض العقوبه حوالي سنتين واكثر. فبالتالي جدل كتير وشبوره كبيره جدا، اعتقد لما يبدا كل شويه يطلع دليل جديد العمليه هتحط يوفي تحت المجهر وتحت انه تحت الضغط، لانه النادي دلوقتي من مركز ثاني وليه مباراه اكتر من ميلان ب 38 نقطه، وانتر في المركز الثالث ب 37 نقطه، بينزل المركز العاشر بخصم 15 نقطه، بتضيع عليه فرصه التنافس على الدوري بدري جدا. حتى مع انتقادات جماهير يوفي كابتن لاداء أليجري مع الفريق، الفريق بيعرف يعني قعد قبل مباراه نابولي والاكتساح بخماسيه والكارثه الزلزال اللي حصل ده، قبلها كان 8 انتصارات متتاليه، فبالتالي بيعرف يكسب الماتشات دي، بيعرف يلعب دوري حتى بطريقته اللي يعني بيعرف يرجع. يعني طريقه في الكوره استهلاكيه جدا ومش ممتعه ابدا، يقول لك أليجري بول اللي هي فكره بعيده عن المتعه، وهو صاحب طبعا تصريح قبل كده اللي هو اللي عايز المتعه يذهب الى السيرك يعني، بس كان يقدر. ويوفي متمرس جدا في الدوري، كان عنده طبعا فرصه على المنافسه على اللقب مع نابولي، واعتقد كانت فرصته اكبر من ميلان وانتر كمان بالسكواد اللي عنده بتمرسه في البطوله. النهارده بيبعد تماما عن المنافسه، فرصه يعني في فرصه ضئيله جدا في ظل اللي حاصل، مش بس على اللعيبه ان انت تقدر تعزل يا كابتن الفريق على اللي بيحصل خارج النادي، نادي متورط في قضايا، انت مستحيل اللعيبه برضو خلي بالك المشاكل الاداريه دي بتنعكس انعكاس ايجابي يعني انعكاس سلبي فوري على اللاعبين داخل الملعب، وبالتالي بيكون في تذبذب في الاداء مفيش شك يعني. طب خلينا نتكلم على سباليتي، نتكلم على أليجري ومشاكله مع اليوفي، لكن سباليتي مع نابولي عامل يعني عامل معجزه الحقيقه بسكواد رائع، اداء كره هجوميه بشكل كبير جدا، انا في اعتقادي من افضل الفرق على مستوى اوروبا دلوقتي، بنتكلم على نابولي مفيش كلام. يمكن كل التحيه وكل الاشاده للمدير التنفيذي لنابولي، التحيه لسباليتي، التحيه لاداره نابولي اللي عمرها ما كانت بتسعى ورا لاعبين باجر عالي او لاعبين اللي مكشوفين لكل العالم، كانت بتروح للمناجم بتاعتهم تعرف تجيب ده. لما تجيب كافارا من لاعب جورجي وتعمل منه نجم بحوالي 7 8 مليون وسعره دلوقتي 40 50 مليون، الرهانات اللي خدوها على لعيب زي انجويزا اوزمن، يعني كل اللعيبه اللي جت في المنظومه كلها، بوليتانو، كل اللعيبه اللي قدر يخلق منها حلول هجوميه كبيره جدا، سيميوني، كل اللعيبه دي
بعتقد خلت نابولي عنده دايما الحلول عكس المواسم اللي فاتت. سباليتي عنده عاده في كل الانديه اللي ضربها انه حتى واخرهم انتر يعني انه كان بيتصدر يقول لك بطل الشتاء، يتصدر دايما الفريق الكبير بعدين يبدا المعدل في نزول. دي مش القصه خالص مع نابولي، لانه حتى لو حصل تزلزل فني او هو مش بيعرف يحافظ كفريق بطل على التصدر مع اللعيبه اللي قادره تخليه يوصل لاخر خط. حاجه تبان سلبيه لكن شايفها ايجابيه جدا يا كابتن لنابولي السنه دي، ان نابولي خرج من الكاس من كريمونيزي. شايفه ده ايجابي؟ ايجابي جدا، لانه فريق زي نابولي في التوهج ده وفي يعني كلنا بنشيد بيه وانه فريق قوي ممكن يتغر بقصه او يستهلك بقصه المنافسه على كل البطولات وينتهي الامر انه ما ياخدش ولا بطوله. بالتالي انت ماشي كويس في دوري الابطال، مركز يعني مركز على الدوري، استعاده اللقب من 89 90 لقب اللي جابه مارادونا، استعيد الدوري يعني تاريخيا للمدينه هي محتاجه لقب دوري عشان يبقى ثالث لقب للمدينه وتخش في قصه الانديه الكبار من تاني ويبقى في بطل جديد لايطاليا، كلنا بنتمنى ده. صحيح. فبالتالي التركيز في الدوري مهم جدا، بشوف ان الخروج ربما ضرت النافعه ليهم لانه سباليتي هيقدر يركز بالمجموعه معاه على تصدر الدوري بفارق كبير، خاصه استغلال اللي حصل لنابولي، استغلال عدم ثبات مستوى انتر تذبذبه، استغلال ان ميلان عنده مشاكل بره الملعب كمان، ان بيولي كمان برضه فقد البوصله نسبيا، وده كمان علامه استفهام بعد تالق الميلان السنه اللي فاتت، وكل الناس ومحبي الميلان قالوا انه خلاص ميلان رجع يعني لعصره الذهبي، وكان طبعا فوز مستحق للسيريا ا السنه اللي فاتت، تراجع واضح لكتيبه برضه الميلان ويعني في الاداء وفي النتائج. يعني انت شايف كمان الميلان ازاي؟ هل قادر على العوده في الدور الثاني ومنافسه نابولي، ولا خلاص نقدر نقول ان نابولي هو بطل السيريا السنه دي؟ بعتقد يا كابتن هاني رد على سؤال حضرتك انه ميلان السنه اللي فاتت استفاد من اللي بناه بيولي بحاجات داخل الكره وخارج الكره، يعني الفنيات بس كان قبلها الروح، الروح لعبت بيها ميلان السنه اللي فاتت، كان انتر وميلان ماشيين على فرق نقطه واحده، الغلط بتاع رادو الشهير طبعا اهدى الدوري لميلان وقدر يخلق روح المجموعه. بس كلنا كنا عارفين انه فنيا ده هيحصل دروب غصب عنك طبيعيا، وده توهج مؤقت، ده اللي حصل السنه دي. كمان فكره ان الجماهير كانت بتطالب دايما الاداره بانه محتاجين تدعيم محتاجين تدعيم، الرهان كان على كاتيلير اللي جيب حوالي 35 مليون النجم الصغير، ما كانش يعني فرس الرهان، مسياس نفس الكلام ما كانش الرهان المناسب. كمان فكره ان مالديني بيحاول يجدد للعيبه بقت نجوم في الفريق وكل الانديه بتتصارع عليها وميلان مش قادر يوفر لها المشروع الاكبر، وكمان لياو على سبيل المثال ابرزهم يعني في مشاكل، ولكن اللعيب كمان واضح جدا انه في انديه كبيره جدا عايزاه بمبالغ كبيره. طبعا لياو نجم المنتخب البرتغالي ويعني لعيب مميز. طب جدا عايزين نشوف نتائج يمكن الجوله لاخر جوله في الدوري الايطالي ونشوف نتائج الفرق، وبعديها نشوف كمان ترتيب الفرق. فيرونا وفوز 2-0 على ليتشي، وفوز نابولي بثنائيه نظيفه، فرنتينا 1-0 على تورينو، سامدوريا 1-0 على اودينيزي، مونزا تعادل 1-1 مع ساسولو، سبيزيا 2-0 وهزيمه من روما، اليوفنتوس والفوز 3-2 على اتلانتا. 3-2 ولا 3-2؟ يمكن كابتن كمان لا اتعادلوا 3-3، ده كان فوز يعني ورجوع اليوفنتوس، كان اتلانتا متقدم على اليوفنتوس و يوفنتوس تألق كابتن اديمولا لوكمان اللي كان لوكمان طبعا يعني خلاص قريب جدا من ميلان وهم شافوا انه مش محتاجينه. النهارده جماهير ميلان كانت بتستشيد غضبا رغم انها مش طرف في الماتش. صحيح كنا خدناه عارف. لا صحيح، اليوفنتوس والتعادل 3-3 مع اتلانتا بعد مباراه رائعه الحقيقه من الجانبين. اتلانتا من الفرق القويه جدا وما فيهاش نجوم، يعني الفريق كله بيلعب بشكل اكتر من رائع. خلينا نتكلم كمان على يعني روما، وخاصة احنا عارفين ان مورينيو طبعا كان بيقول ان عنده مشروع، لكن روما لغاية دلوقتي يعني بيلعب في وسط الجدول، يعني ما عندوش طموحات او الوصول. حتى هو فاز اكيد بالدوري المؤتمر وكان بالنسبة له يعني بداية جيدة جدا. شايف كمان مورينيو مع روما ازاي؟ بعتقد المشروع اللي مع مورينيو استكمال لحاجه خده روما يناسب قوي يا كابتن معطيات الفريق او وضع الفريق في ايطاليا، ان انا مش مطالب ان كل موسم اخد لازم بطولات معينه. فخد الرهان اللي انتر وميلان ويوفي خدوه بشكل ابطا بكتير، وهو التخلص من فريق كبير وعناصر خبره واحده والدفع او المغامره بفريق شباب عشان ابني فريق من جديد. صحيح. من اعتزال توتي لرحيل دي روسي بدا خلاص يطلع بقى يستقطب زانيولو ويجيب اللعيبه الصغيره ويجيب واحد زي ابراهام والكلام ده كله. المميز جدا في روما الموسم ده كابتن انه طبعا انت معاك مورينيو اللي قادر يصنع من اي لعيب نجم، والرهان اللي اعتقد خسره انتر بشكل كبير جدا وبالتحديد
زانج الملك للنادي، وماروتا اللي هو واحد من افضل مديرين الرياضيين في العالم، بانه ديبالا كان مختار الانتر وكان خلاص في اتفاق مع الانتر، لكن على اخر لحظه صرف نظر انتر وشاف انه يجيب لوكاكو اعاره، وانه يحاول يعدل من الديون اللي على النادي ويحاول يعني يحط الفلوس في مكانها بحيث ما يبقاش فيه. طب في بعض التقارير بتقول ان حكيم زياش لاعب تشيلسي قريب من روما، هل ده صحيح؟ هل ممكن نشوف يعني حكيم في الدوري الايطالي، ولا انت مستبعد هذا الانتقال؟ هو كان كلام كمان على الميلان، بعتقد روما اكثر استقرارا ممكن في الامور الماديه من ميلان، رغم انه هيحب طبعا يلعب في فريق اكبر يلعب في ميلان. كمان بعد كاس العالم يا كابتن، اللي احنا متاكدين منه ان زياش محتاج دقائق لعب، صحيح، فبالتالي الخروج مهم جدا ايا كان على فين. لو الدوري الايطالي طبعا يعني روما فريق كويس. طب ليه ما بياخدش هذه الدقائق في تشيلسي؟ تألق غير عادي لحكيم مع المنتخب المغربي، واعتقد كان نقطه فارقه في تفوق المنتخب المغربي في كاس العالم، وتألق واضح جدا. مشكلته ايه؟ مشكله مع المدير الفني؟ مش مشكله زياش، مشكله تشيلسي نفسه كابتن. يمكن ممكن يبقى عندك كل عناصر النجاح في نادي، لكن ما عندكش رؤيه ومشروع تهدم كل ده. تشيلسي عنده سيوله ماليه رهيبه وسيوله وميزانيه مفتوحه، وعنده مدير فني كويس، ما نقدرش ان هو المدير يعني عالم، لكن مدير فني كويس، تجربه مهمه مع برايتون، كان يقدر يعمل حاجه. لكن عندك رئيس نادي او مالك نادي عايز يعوض عصر ابراموفيتش يا كابتن، فبيشتري لعيبه وخلاص من غير بدون رؤيه. يعني هو بيشوف المنافسين بيدوروا العين رايحه على انهي لعيب، او بتحاول تتعاقد مع انهي لعيب، ويروح داخل معلي السعر عليه، واخرهم مدرك حقيقي. لكن انا بتكلم حتى على مستوى خساره، يعني انت جبت لوكاكو بمبلغ كبير جدا، ورجعت رجعته ب 10 مليون وانت جايبه ب 100 مليون. فالاداره يعني المالكين حتى على مستوى الصفقات يعني في خساره ماديه كبيره جدا. خساره ماديه، وانت مش ماشي مع يعني طلبات المدير الفني. يعني يمكن جراهام بوتر لو عدينا اللعيبه اللي جت، هو طالب كام لعيب منهم؟ حتى اللعيبه اللي كانت بتلعب عنده في برايتون وعارفها كويس قوي، كان توخيل اللي طالبها. لما انت جالك كوكريلا، هم غلطوا انه توخيل مشي. بعض الناس يقول لك هو يعني كان من الاخطاء يعني الكبيره جدا لاداره تشيلسي هو الاستغناء عن توخيل. كابتن، عهد تشيلسي، وحضرتك تعرف ده كويس قوي، بدا في 2004 2005. تشيلسي من 2004 ل 2022 معاه 2 شامبيونز ليج، في انديه كبيره زي يوفنتوس معهاش غير 2 شامبيونز ليج. انت مشيت توخيل اللي رجعلك شامبيونز ليج، والان انت في المركز العاشر، فبالتالي طبعا انا بشوف انه كان قرار خاطئ ومتسرع جدا. برضه كان وراء القرار ده مالك للنادي يعني مش غير معني بامور الكره، ما يفهمش. انت مالك للنادي طبعا، مستثمر رهيب ورجل اعمال ناجح جدا، لكن لازم تجيب اللي يديره المشروع، صحيح. فبالتالي كان قرار متسرع منه جدا، وبيدفع ثمنه النادي دلوقتي. الحقيقة ياسر يعني امتعتنا وشرفتنا، وكان لقاء اكتر من رائع. ان شاء الله يعني يتكرر هنا معانا في المحترف. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ليك، الشكر متواصل لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقتنا المحترف للكره الاوروبيه والعالميه. ان شاء الله معادي مع حضراتكم يوم الجمعه، حلقه جديده من المحترف في الدوري المصري. اشوفكم ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله الساعه 8 في قناه النادي الاهلي، ويوم جديد وحلقه جديده من المحترف.